نعم أنا صحفي حر، من لا لهذا لا لهذاك، نميل كلمة الحق، نميل للموضوعية، ونميل للشيء اللي يخدم بلادي، وأقف في وجه كل قائد خان ثورة نوفمبر وحب يدير منها سجل تجاري مثل هذه العصابات على الحرايمية. ما يعطينيش قلبي نشوف الإعلام في بلادي، وأنا راجل إعلامي وعندي أكثر من 40 سنة في حق الإعلام، نشوف أنه الإعلام الجزائري طيح به لهذه الدرجة بعد الكف اللي خذاها من عند كما قلت بز 22 سنة في عمره. اليوم قناة الجزائر الدولية 24 صفعتها الجامعة العربية، لأنه واش دار؟ تروح تنشر قائمة المغرب هكذا، يعني تنحي لها الجزء تاع الصح وتغطيه زعما بالضرب، وتقول لك حدوها من الجنوب الصحراء الغربية. وطبعا العصابة جاتها صعيبة باش تحط خارطة دول الجامعة العربية المعتمدة من طرف الجامعة العربية، واللي فيها المغرب بالصحراء. اليوم نقول الجامعة العربية داروا إنذار، قالوا لا تحطوا الخريطة كما هي، الخريطة المعتمدة هاي حطوها هاي، شوفوا من تحت ألف كات وهم حطوها كاملة، هاي المغرب رايحة بنا كامل. هاي كيفاش المفروض تقولهم لا احنا ما نحطوش الخارطة هذه؟ حطها كاملة. ترى العصابة رأسها وتمنى غنيفها في الأرض، تمنى غنيفها في التراب، وتقبل بشروط الجامعة العربية وتحط خارطة تاع المغرب كامل. وعلاش توصل روحك للعيب؟ وعلاش توصل روحك للعيب؟ هذا كله باش زعما تحب تنسي الشعب الجزائري في مآسيه اليومية، شعب اللي عايش البترول فيه وما يسيبش كارة حليب، غارق في البترول وما يسيبش قطرة ماء الصباح باش يغسل بيها، وما يسيبش شوية زيت شوية سميد. هذا كله من جراء سوء تسييب جنرالات أميين نيفو ترونجرز نيفو أردواز بيسيروا بلاد، وجايبين واحد مربي على الانبطاح، مربي على الانبطاح، الذل يمشي بيديش. هاولي تشوفوا شفتوا يمشي على يديه ورجليه على الكايب ويديه باش يحكم الجزائر. هذا كانت عندها راجل دقدوم لما تكلم الجزائر تقف لها الأمم في خشوع، تنصت لها الأمم في خشوع. هاي ليك الجزائر، شوفوا الجزائر.
تليك الجزائر، يجي واحد رخيص يوصل الجزائر لهذا الحالة اللي راهي فيها اليوم، راهي الجزائر. اللي يحب الجزائر ما يقبل لهاش واحد رخيص كما تبون مع جبل العمامرة بعد عنده شي قريح يمشي فيه. الور واشني هذا؟ وإعلام تاع زوج دورو، إعلام بيوم المحامي تاع حسن بوراس وبهم قال ما تحشموش، قالوا وزت لا اونت، وزت لا اونت، شموش زملائكم في الحبس انتم ساكتين، زملائكم في الحبس انتم ساكتين. قال لهم بربي ان شاء الله غدوه نجوزوا لنا اليوم بزاف مواضيع باش ما نديروش.